بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله عز وجل هذا تأكيد ونداء وتأكيد إن شاء الله عز وجل على الوقفة الاحتجاجية اللي راح تكون إن شاء الله عز وجل لأساتذة التعليم الابتدائي غدا إن شاء الله يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019. تأكيد على الوقفة، أن الوقفة الاحتجاجية ستكون غدا وليس يوم آخر على غرار جميع الولايات، سواء في العاصمة أمام وزارة التربية وفي جميع الولايات، في جميع الولايات وفي العاصمة أمام الوزارة ستبقى الوقفة الاحتجاجية لأساتذة التعليم الابتدائي غدا إن شاء الله يوم الاثنين 21 أكتوبر 2019. لذلك هذا نداء وتأكيد على ذلك، ودعوة لأساتذة التعليم الابتدائي بالحضور. بارك الله فيكم، هذا الأسبوع الفارطة حضر مجموعة لا بأس بها، كاين اللي ما سمعوش، كاين اللي ما قدرش يجوا، كاين اللي قعدوا في المدارس. بارك الله فيكم، غدا يوم الاثنين ما تقعدوش في المدارس، بارك الله فيكم، ارواحوا أمام مديرية التربية. جميع الولايات راهم يديروا وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية، لا باش مدير التربية يشوف بلي أساتذة التعليم الابتدائي راهم محتاجين والمطالب ويبلغ الوزارة. لما جميع الولايات وجميع مديريات التربية تبلغ الوزارة أن الأساتذة الابتدائي راهم محتاجين، وبالتالي راح يتكلموا معنا ويشوفوا المطالب ويديروا لنا حل إن شاء الله عز وجل. المطالب تاعنا راهي معلومة لديكم، معلومة لأولياء التلاميذ، معلومة للوزارة. قلنا التصنيف، القانون أصدر في سبتمبر 2014 لحد الآن ما طبقوش. ترقية الأستاذ إلى الصنف الثاني عشر أو توحيد الصنف ما يهمناش، المهم كاين اللي يخدم في أستاذ التعليم الابتدائي وما على بالوش باللي التصنيف رانا في 11، أستاذ التعليم الابتدائي راه في التصنيف الحادي عشر، مع أن القانون أصدر قلنا في سبتمبر 2014 بترقيته إلى الصنف الثاني عشر 6 سنوات. هذا القانون ما تكلموا عليه، ما طبقوه، ما داروا والو. المهم المطلب الأول ترقية والتطبيق الفوري للقانون ترقية الأستاذ إلى الصنف. الأمر الثاني هو الحجم الساعي، أستاذ التعليم الابتدائي راه يخدم أكثر من 30 ساعة كأنه آلة. نطالب بتقليص الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي. إن كان الحجم الساعي لا يمكن علاه، حنا طالبوا الأساتذة أسبوع الفارق والأسبوع اللي قبله، ومع أن الوزارة خفضت للتعليم المتوسط، على التعليم المتوسط يخفضوا لهم الحجم الساعي، والتعليم الابتدائي لا. نطالب بتخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي. إن كان لا يمكن تخفيض الحجم الساعي، وهذا هو الحجم الساعي اللي يتماشى مع البرنامج ومع التلاميذ، يا أخي ديروا لنا راتب وخلصونا على حساب الحجم الساعي. علاه أساتذة واحد آخرين معنا نفس المستوى يخدموا أقل في عدد الساعات ويخلصوا أكثر منا؟ لماذا؟ هذا حقرة وعدم عدل وعدم انصاف. رانا نخدموا اكثر من ساعه، خلصونا اكثر من 30 ساعه. لو كان نجيو نشوفوا ونحسبوا نورمالمون الراتب يبدا من الابتدائي ويجي طالع، في الابتدائي يكون اكثر وفي بعدها المتوسط وبعد الثانوي. وكان نجيو نشوفوا الاستاذ الابتدائي يخلص افضل من استاذ الجامعه. علاه؟ استاذ الابتدائي راه يكون جيله، راه يتعامل مع اطهر وافضل فئه في المجتمع، افضل فئه في المجتمع لبناء الدوله وبناء امه. شكون هما الاطفال؟ شكون راه يكون فيهم هذو الاطفال؟ هو استاذ الابتدائي. استاذ الابتدائي لابد ان يكون مرتاح ماديا ويكون مرتاح نفسيا حتى يكون جيل تعتمد عليه الدوله. هذا التكوين وهذا الكلام لابد ان يفعل مع استاذ التعليم الابتدائي. كيف انه استاذ الثانوي والجامعي والمتوسط يتلقاو راتب اعلى وافضل من استاذ التعليم الابتدائي، واستاذ الابتدائي هو اللي يخدم اكثرهم ساعه واكثرهم جهدا واكثرهم تعبا. هذا عدم عدل. نطالب بتقليص الحجم الساعي ولا زياده الراتب، والا معاملتنا على حساب الساعات اللي رانا نخدموهم. الحاجه الثالثه اللي رانا نطالبوا بها المذكره. استاذ راه يحضر اكثر من 7 مذكرات في اليوم، اللغه، الرياضيات، التربيه العلميه، التربيه الاسلاميه، جميع المواد راه يحضر لها مذكره كل يوم. مفتش يقول لك اكتب كلمه، مفتش اخر يقول لك اكتب كلمه، مفتش يقول لك ما تامبريميهاش، مفتش يقول لك امبريميها. نطالب بمذكره نموذجيه من عند وزاره التربيه يخدم بها استاذ التعليم الابتدائي. هكذا ما يكون، هكا يجي الاستاذ يخدم يعتمد على الطريقه ولا
طريقه القاء الدرس ولا الطريقه اللي مد بها الدرس، وتكون المذكره واجده وجميع الاساتذه فيها حلول التمارين، طريقه الدرس، ما هو الدرس. رانا شفنا اضطراب في البرامج في المناهج سنه خمسه، في الدليل يقول لك زي، في الكتاب يقول لك حاجه، وفي كتاب النشاطات يقول لك حاجه، وافهم انت كيف دير في الدرس للتلاميذ، ومن بعد يجي ولي التلميذ يريكلامي، ومن بعد يجي المفتش يريكلامي، افهم انت كيف تقري. الكتاب المدرسي يقول حاجه، يقول المضاعفات للاثنان والخمسه، الدليل يقول المضاعفات للثلاثه والعشره، التمارين في كتاب الانشطه تقول الثلاثه والاربعه والسبعه والثمانيه والاثنى عشر، افهم انت المضاعفات كيف هديرها. هما اصلا ما قراوش القسمه، ما قراوش الضرب، فهمني الاستاذ كيف هيدير. ويجي المفتش يقول لك الدرس كيف حضرته، ولي التلميذ يقول لك هذا التمرين كيف حل تاعو، التلاميذ داخل في القسم يضبحوا، افهم انت استاذ التعليم الابتدائي كيف يخدم. نطالب بمذكره نموذجيه فيها الدرس وفيها التمارين وفيها حلول التمارين يخدم بها استاذ التعليم الابتدائي، حتى ما يحدث تضارب وما يحدث انشقاق في الوحدات التعليميه وفي البرنامج وفي التمارين. هذه المطالب الاساسيه الاولى. كاين مطالب اخرى كذلك، الحق في السكن الاجتماعي، التقاعد النسبي، كاين امور كثيره، الحراسه، رانا نحرسوا التلاميذ في الساحه في المطعم داخل القسم، وين صيب التلميذ تحرسوا علاه؟ لو كان يطيح ولا يصالو امر ولا يجي بابا يريكلامي يقول لك تا ما عسيتوش، علاه ما يديروش مراقبين ولا مشرفين تربويين في الابتدائي؟ علاه شاكين ابتدائي مشرف ولا مشرفين تربويين في كل ابتدائيه يغطوا جميع الابتدائيات، وبالتالي فتح مناصب شغل للشباب اللي راهم قاعدين. علاه ما يديروش استاذ التعليم التربيه البدنيه في الابتدائي وينقصوا لا شارج هذه اللي راهي على الاستاذ التعليم الابتدائي؟ علاه مخلين، علاه اساتذه التعليم الابتدائي ما مش مجتمعين، ما مش متلمين، ما يريكلاموش، ساكتين سنه ورا سنه سنه ورا سنه، والسكوت هذا راه ادى بنا الى حتى ولينا كي تدخل المديريه التربيه يهضر مع استاذ التعليم الابتدائي بطريقه ويهضر مع استاذ الثانوي بطريقه. علاه؟ الثانوي عندهم النقابات، عندهم مجتمعين كي يتكلموا ويريكلاموا يسمعوا لهم، اما اساتذه التعليم الابتدائي مساكن ساكتين متقوقعين، ما عندوش حتى الوقت باش يجتمع مع صاحبه من 8 ل 11 وربع، من 1 ل 4 ولا ل 4 وربع ولا ل 4 ونص ولا للطريقه اللي نفح حتى المدير يقول له خدم بها، مدير يقول لك خرج على 4 وربع، مدير يقول لك خرج على 4، مدير يقول لك خرج على 3 ونص، ما تفهم والو في الابتدائي. علاه؟ رانا محقورين. علاه؟ ما نريكلاموش وما نهضروش. علاه؟ اللي يجي يدير علينا شيكور، المدير يدير عليك شيكور، المفتش يدير شيكور. علاه؟ الاساتذه ماهمش مجتمعين. اسكتنا اسكتنا اسكتنا، راهم اجتمعوا اساتذه التعليم الابتدائي في جميع الولايات هذا الاسبوع الثالث، ان شاء الله عز وجل نطالبوا بحقوقنا وما نسكتوش، رانا محقورين. استاذ التعليم الابتدائي هو اللي نورمالمو تكون المعامله تاعو وتكون اكثر من الاساتذه الاخرين. علاه؟ قلت لانه راه يبني في جيل وراه يتعامل مع افضل واهم فئه في المجتمع اللي هي فئه الاطفال. لذلك استاذ التعليم الابتدائي لابد ان يكون مرتاح نفسيا ماديا في جميع الجوانب. حنا نشوفوا في الجانب انه استاذ التعليم الابتدائي راه محقور، راه يخدم كشغل اله، الحجم الساعي اكثر من 30 ساعه، يحرس التلاميذ في المطعم في الساحه في القسم، يقري جميع المواد، يحضر 8 مذكرات، الراتب ناقص، القانون اصدر في 2014 بيرقوه ما رقوهش. كيف نديروا؟ سبحان الله، كاين اساتذه اللي يقول لك لا لا اضرب ما يجوزش وما نغيروش هكا، يا ودي كيف تغير يا اخي؟ قانون، ها قانون 6 سنين من اللي خرج، 6 سنين وحنا ساكتين، و6 سنين وحنا نغيروا غير بقلبنا كما تقول انت، نغيروا غير بالقلب ورانا ساكتين. يا ودي هذا الناس، هذا الدوله اللي رانا معاها، وهذا الناس اللي راهم حاكمين السلطه، وهذا الناس اللي راهم حاكمين الادارات، ما يفهموش بالطريقه اللي تهضر بها انه تغيير وصبر واسكت حتى يهديهم ربي. على بالنا صح، الهدايه هي الامور كلها من عند الله عز وجل، واذا الله شاء عز وجل ان يغير احوالنا يغيرها، لكن الناس هذو ما ينفع معاهم غير احتجاج، وما ينفع معاهم غير كلام، وما تسكتش على حقك، رانا محقورين. لذلك اؤكد ان الوقفه الاحتجاجيه اللي داروها اساتذه التعليم الابتدائي دون نقابه ودون اي طرف ودون اي غطاء ستكون غدا يوم الاثنين صباحا امام مديريه التربيه. ما تقعدوش في المدارس، ارواحوا امام مديريه التربيه، احتجاج لمده ساعتين او 3 ساعات ونفترقوا جميعا. كذلك تنبيه، النقابات لما شافونا رانا مجتمعين ودرنا احتجاجات للاسبوع الثالث دون اي نقابات، راهم خرجوا زعما داروا اشعار. كاين نقابه قالت يوم الاربعاء،
يوم 23، كاين اللي قال 27، وكاين اللي قال 29. شوف لو كان جا فيهم الخير، حنا رانا قايلين باللي الاثنين، وكان جاو معنا بالاثنين بال21. علاه كل نقابة دارت تاريخ؟ نقابة الفلانية دارت لا 4 23، نقابة الأخرى دارت 27. علاه راهم حابين يفركتونا؟ فرق تاسد، راناكم شقلال دايرين احتجاج، يحوسوا يفرقونا، يجبدوا شوية مع 23، ويجبدوا شوية مع 29، ويجبدوا شوية ونقعدوا حنا ما نديروش. يحوسوا يفرقوكم، يحوسوا يضعفون قوتكم. بارك الله فيكم. أساتذة التعليم الابتدائي اللي داروا احتجاج منذ البداية سيكون غدا يوم الاثنين، ماشي الأربعاء، ومشي الخميس، ومشي الأسبوع الآخر، بالاثنين غدوة إن شاء الله 21. كذلك كلمة للمدراء والمفتشين، بارك الله فيكم، رانا نضربوا على حقنا، على بالكم باللي قانون صدر في 2014 وما طبقوش، لذلك الرجاء منكم عدم التعسف وعدم التشديد على الأساتذة. عندنا احتجاج غدوة، ما تبداوش تقولوا وين راكم رايحين وما كاش غطاء وما كاش أوراق. يا أخي ما نخدمش غدوة، عندي احتجاج نروح الريكلامي على حقي، ماركيني غايب، بغيت توقف معايا وتقول لي روح اضرب على حقك، الله يجازيك وبارك الله فيك. بغيت تتعنتت وتتعسف يا خويا، ما نخدمش انا، انا نروح ندير احتجاج ونضرب على حقي يوم في الاسبوع، ساعتين ولا ثلاثه سوايع، عسى الله عز وجل ان يصلح احوالنا. كذلك كلمه اخرى، يجي الدور عليكم، يجي الدور على المدراء ويجي الدور على المفتشين، وتضطهدون وتظلمون في كش نقطه من النقاط، وتصيبوا غير الاساتذه اللي يوقفوا معاكم. لذلك لازم نجتمعوا، الدولة باعوها الناس، قانون المحروقات اللي داروه، البلاد باعوها، الصحراء كاع باعوها، وحنا قاعدين نحقروا في بعضنا البعض. هذا شنا عارفو نديرو حنايا، يجي مدير وكأنه الخاصة اللي راح يعطوها للأستاذ راح ينقصوها له من الراتب ويعطوها له. يا أخي رانا محقورين، وراك تشوف بلي القانون صدر وما طبقوناش، وراك تشوف شنا رانا نخدمو، وراك تشوف التعب. خلونا نكلموا على حقنا، وخلونا نديرو ذي الوقفة الاحتجاجية، ولا بغيتو تساندونا ساندونا، وحنا ثاني في يوم من الأيام سنوقفوا معاكم ونساندوكم إن شاء الله عز وجل. لازم نجتمعوا، بارك الله فيكم. المهم الحوصلة، الوقفة الاحتجاجية لأساتذة التعليم الابتدائي اللي داروها الأساتذة منذ البداية منذ 3 أسابيع ستكون غدا إن شاء الله 21 أكتوبر 2019 أمام مديرية التربية في جميع الولايات. والنداء هذا لولاية عين دفلة، الأساتذة بارك الله فيكم، غدا إن شاء الله يكون الحضور بقوة، ما تخذلوناش، روحوا ريكلاموا على حقكم، راكم محقورين، راكم مضطهدين، راكم مكاش، راكم كاع راهم غير يعفسوا عليكم. لو كان نقعدوا ساكتين 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 راح الامور توصل الى امور اكثر من هكا. راح بالك ما على باليش، بالك يقولوا ديروا لكم فرونسي، فرونسي ما كاش قروا عربيه وفرونسي، ممكن مع السكات هذا اللي اكثر وزاره ما داتهاش كاع فيكم. حنا نطالبوا بالتقليص الحجم الساعي، وهما قلصوا للسيام، علاه؟ على بالهم بلي تاع الابتدائي ما يريكلاموا ما يهضروا، ما عندهم اجتماع، ما عندهم كلمه، ما عندهم قوه. لذلك لابد نسترجعوا القوة تاعنا ونسترجعوا الكلمة تاعنا. في الولاية تاعنا ولاية عين دفلة كاين أكثر من 450 ابتدائي، لو كان نتفاهموا ونجتمعوا ونجوا كلمة على واحدة نشلوا قطاع التربية في الولاية، ما كان لا سيم لا ليسي. الابتدائي هم القوة الضاربة وهم العدد الكبير في التعليم الابتدائي. كذلك توجيه للجانب النسوي، شوف الخبث تاع الوزارة والخبث تاع الدولة، شوف دايرين أكثر من 70% في التعليم نساء. علاه؟ على بالهم بلي النساء ما يريكلاموش، النساء تخدم بزوج ملايين تخدم، وان كان راهي تخدم اكثر من 30 ساعه كيما الرجال، على بالهم بلي ما يريكلاموش. لذلك كلمه للجانب النسبي، انتم راكم العدد الكبير وانتم راكم الفئه الغالبه في التعليم. لذلك اطلب حضوركن غدا ان شاء الله عز وجل امام المديريه، كاين بابان ممكن نديروا النساء الجانب العلوي والرجال في الجانب السفلي، المهم حضروا. الجانب الكبير في التعليم هو النساء، لذلك بارك الله فيكم، راكم محقورين، راكم مضطهدين، على بالي بلي انتم 3 ملايين هذيك اللي تكفيكم، اللي ماهيش متزوجه باباها وخوها يصرف في الدار، هي هذيك 3 ملايين قيسها في الصاك ويتصرف غير بشوي، كاين باباها وكاين خوها، وإلا متزوجه راجلها يصرف، ذيك 3 ملايين راهي تعاون تعطي له مليون تعاونوا به ولا مليون ونص، تبقى لها مليون ونص يتصرف وتشري صوالحها، بصح شوفوا للرجال، إذا كان راجل متزوج وخلاص 3 ملايين ولا 8 ونص كيف يدلها؟ حتى انتم النساء هذاك الراتب اللي يعطوكم ماشي حقكم، راكم تخدموا اكثر من 30 ساعه، علاه النساء تاع اللي سيخدموا قل منكم يخلصوا خير منكم، ولا تاع السيام ولا تاع الجامعه، انتم راكم تتعاملوا مع اصعب واهم فئه في المجتمع اللي هما الاطفال، لذلك ما المفروض يكون الراتب تاعكم اكثر وتكون المعامله اكثر افضل، وتكون الجانب المحيط تاعكم يكون افضل والاوضاع تكون افضل. لذلك اطلب منكن الوقفه غدا امام مديريه التربيه
حتى نديروا احتجاج ان شاء الله عز وجل، وحتى المديريه تسمع مطالبنا وتسمع كلامنا وتبلغ الوزاره، وان شاء الله عز وجل التغيير والصلاح سيكون من الله عز وجل. بارك الله لي ولكم ان شاء الله ما تخذلوناش غدا ان شاء الله امام مديريه التربيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.